الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقات هذا البرنامج، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع. مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. فأهلا وسهلا سماحة الشيخ صالح. أهلا بكم وبالمشاهدين والمستمعين. بارك الله فيكم، ولعلي استأذنكم بقراءة هذا السؤال من أبو حامد. يقول: كان الناس على عقيدة التوحيد، فمن الذي غير هذه العقيدة وجلب لهم الشرك؟ هل هي اختلافهم في الأديان أو اختلافهم في ذاتهم وبواطنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا هو، لا شريك له. خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم وحفظهم، وما خلق المكلفين إلا لعبادته. فالله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الناس لعبادة الله جل وعلا، وهم لما وجدوا كانوا على التوحيد، على عبادة الله وحده. ثم استهوتهم الشياطين وأغرتهم وأضلتهم، وتعهد إبليس أن يضلهم، تعهد أن يضلهم أجمعين إلا عباد الله. فمن كان متمسكا بدينه، قوي الإيمان، قوي الثبات على الحق، متصلا بالله جل وعلا بالإكثار من ذكره والتوكل عليه والحذر من العدو اللدود الشيطان، ثبت. كان الناس بعد نوح، بعد آدم عليه السلام، على التوحيد، ذريته. ثم بدأ الشرك فيهم، فأرسل نوح عليه السلام، وكان بداية الشرك تعظيم الصالحين. الشيطان أغرى الناس بأن يصوروا صورا لعباد الله الصالحين، أغراهم بأن ذلك ليتذكروهم، فيتذكروا عبادتهم، فيحملهم التذكر على حسن العبادة لله. ثم إذا تلف هلك الجيل الأول والثاني، إن درست أخبار ذلك العمل. ولذلك قال الله جل وعلا عن نوح: وما قال له قومه حتى قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن دولا إلى آخره. وقال في دعائه: لا تذر عارض من الكافرين الديارة إلى آخره. فأرسل الله جل وعلا على قوم نوح العذاب، أمر نوحا بصنع الفلك إلى آخر ما هو مذكور في القرآن مفصل. وهكذا الناس كلما بعد عهدهم بالنبوة، وإن درس العلم ونشأ جيل لا علم عنده، ضل الناس واتخذوا رؤوسا جهالا فأضلوهم وتحدثوا عنهم بغير علم. ولذا عبدت الأصنام، وعبدت الشياطين، وعبدت النجوم والكواكب، وعبدت الشمس إلى غير ذلك. وكلما أظلمت الدنيا بظلام الشرك والكفر، بعث الله جل وعلا رسولا يدعو الناس إلى عبادة الله. وما من أمة مضت قبل أمة الإسلام إلا وبعث الله فيها من يدعوها إلى التوحيد. والله يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والذين قبلنا كانوا يبعث فيهم أنبياء، وأمة محمد شاء الله جل وعلا ألا يكون فيها نبي بعده،
فمحمد خاتم الأنبياء خاتم الرسل، وشريعته وملته هي المهيمنة على البشرية بل على المكلفين من جن وإنس، والله المستعان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أيضا له سؤال يقول: اعتاد بعض الناس الحلف بالآباء أو بالأمانة، فما حكم ذلك وما كفارته؟ حكم ذلك أنه محرم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي بغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ويقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وإذا حلف الإنسان بغير الله ندم وأحب أن يتوب يقول: لا إله إلا الله. إنه جاء في الحديث: من قال واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لآخر تعال أقامرك فليتصدق. لأن الحلف باللات شرك، وكفارة الشرك توبة منه وإعلان كلمة التوحيد. كما أن الدعوة للقمار دعوة لتحصيل الدنيا، فالتوبة من ذلك أن يتصدق، أن يبذل المال ابتغاء وجه الله. بارك الله فيكم. قول: يعلم الله ما سويت هذا الشيء، هل هذا يمين؟ لا، هو ليس بيمين، لكن إذا ساقه على قصد أنه يمين فهو يؤاخذ بهذا. وإنما اليمين هو ما يصدر بأداة اليمين. أحسن الله إليكم. حقيقة سماحة الشيخ صالح، عودا على بدء لهذا السؤال، الصلة بالسؤال الأول قبل قليل، هذا الأخ مالك من ليبيا يقول: إذن ما هي الطريقة الصحيحة العملية لتقوية العقيدة الصحيحة في قلب المسلم؟ الطريقة الصحيحة التمسك بدين الله جل وعلا. إن الدين عند الله الإسلام، الملة الحنيفية، ملة إبراهيم، وبعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن الدين، بيّن أصوله في العقيدة، وبيّن الفروع في الأحكام. وما على راغب الخير إلا إن كان طالب علم أن يقرأ في العلم. والعلم كما يقول الإمام ابن القيم هو ما جاء عن الله وعن رسوله. يقول ابن القيم في كتابه النونية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم رتبياني. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فالعلم هو ما قاله الله أو قاله رسوله أو استنبط من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بتقوية الإيمان، الإكثار من الأعمال الصالحة، المحافظة على الصلوات الخمس بالنسبة للرجال في أدائها مع الجماعة في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، حديث الولي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ويقول جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. يعني إذا أحب الله العبد حفظ لسانه، فلا يشتغل بما يضره، وإنما يشتغل بما ينفعه أو لا مضرة فيه. وبصره لا يرسل نظره إلى ما حرم الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يصون الله له سائر جوارحه. فالإكثار من العبادة، أداء الفرائض، ثم التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، من صلوات نوافل كالرواتب العشر أو الثنتا عشرة
كصلاة الليل، كتحية المسجد، كركعتي الضحى، كصلاة الاستخارة، إلى غير ذلك من القربات العظيمة، والصدقات، تؤدى الزكاة، ثم يبذل سواها. إن في المال حقا سوى الزكاة. الزكاة أمر مفروض، رفض أدائها إن كان بخلا فهو يستحق العقوبة، تؤخذ منه ويؤخذ نصف ماله، وإن كان اعتقادا فهو كفر. إذا قال الزكاة لا تجب ولا زكاة يكون ذلك كفرا. وإنما الذي يحمد الإنسان إذا فعله ولا يعاقب لو لم يفعل هي النوافل، يتصدق، يفرج كربة المكروبين، يتلمس حاجات المحتاجين فيسعى لمواساتهم وتفريج كرباتهم وإدخال السرور عليهم إلى غير ذلك. الإكثار من العبادات مما يملأ القلب إيمانا. النبي يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث الصحيح. منهم الرجل المعلق قلبه في المساجد، منهم الذي إذا ذكر الله خاليا ما لا أحد عنده تذكر عظمة الله وستره عليه وسعة فضله وجوده وكثرة إحسانه إلى عباده، فيهتز من مخافة الله وتسيل عينه، تفيض عبرة من مخافة الله. هذا أيضا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسباب الخير كثيرة، والموفق من سعى في تطلبها. أحسن الله إليكم. الحقيقة الأخ وهو في ليبيا يقول أنا مقيم في فرنسا، يقول نتلهف إلى الإجابة والحديث مع مشايخنا في المملكة العربية السعودية. يقول نسمع من كثير ممن ينتسب إلى الدعوة في الخارج مختصر الإيمان، أو قوله مختصر الإيمان أن تعتقد أن الله هو الخالق، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أن يبين الإيمان هو ما ترك البيان إلى دهماء الناس وعقلائهم أو حذاقهم أو سفهائهم. حديث جبريل الصحيح الذي جاءت كما وصفه عمر، يقول طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. لكن من لازم هذا الإيمان تؤمن بالله، لا يصدق إيمان الإنسان بالله إلا إذا أطاع الله فعبده وخاف الله فتجنب المعصية إلى غير ذلك. ليس مجرد الإيمان بوجود الله. الشيطان إبليس مؤمن بوجود الله. كثير من العقلاء يؤمنون بوجود الله لكن لا يعبدون الله. النبي سئل قال ما الإيمان، ذكر أن الصلاة إيمان والزكاة إيمان. والصحابة لما هاجروا إلى المدينة توجهوا في أول الأمر حوالي 17 شهرا قبلتهم بيت المقدس، ثم عدل الله جل وعلا لهم الوجهة كما في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فحولوا إلى مكة واتجهوا إلى مكة إلى الكعبة. فتساءلوا بينهم عن صلاتهم التي كانت إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله جل وعلا تلك الصلوات إيمانا. ومذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة للإيمان أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. لعلي أختم هذا اللقاء أيضا باستفساره، يقول نسمع أيضا قولهم معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على الله، ف
فما توجيهكم في ذلك؟ هذه كلمة عربية فصيحة ظاهرة المعنى، فإنه لا إله لا نافية إلا الله وإلا مثبتة، فلا إله إلا الله تنفي ألوهية أي أحد إلا الله جل وعلا، لا إله إلا الله فهو الإله الحق. وهذه من تعبيرات الصوفية التي ساقها السائل جزاه الله خيرا. الكلام العربي يفهم تفهم أبعاده من لغة العرب، فإن لا حرف نفي، لا إله لو نطقت هكذا لا إله معناها لا يوجد إله، فلما أكملت إلا الله فمعناها لا إله معبود بحق إلا الله، لأن الآلهة كثيرة في الحقيقة لكنها آلهة باطلة. فالكفار لهم آلهة ويقولون أآلهتنا خير أم هو، لما ذكروا عيسى بن مريم عليه السلام قال الله عنهم ما ضربوه لك إلا جدلا، فهي لهم آلهة. وقصة موسى عليه السلام لما اجتاز البحر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إلى آخره. فالآلهة كثيرة، أفمن اتخذ إله هوى، لكن الإله الحق هو الله جل وعلا، فالله المستعان. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي لختام هذه الحلقة من هذا البرنامج مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح ابن محمد الحدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، كما نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.